أيضا من موقع اليوم السابع نتابع: التضامن تغلق اليوم باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2021. تغلق وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد باب التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2021، والتي تم فتح باب التقدم لها في 27 من يناير الماضي. ويستمر التقدم حتى اليوم في مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى كافة محافظات الجمهورية. وستقوم مديريات التضامن الاجتماعي عقب غلق باب التقدم بحصر أعداد الأمهات التي تقدمن للاشتراك في المسابقة وبحثها جميعا تمهيدا لاختيار الأم المثالية عن كل محافظة، بالإضافة إلى الأم المثالية على مستوى الجمهورية. ويشهد هذا العام للمرة الأولى استحداث فئة الأم التي لديها أحد المشروعات الصغيرة، وذلك للتأكيد على أهمية التمكين الاقتصادي. ويقصد بها الأم التي قامت بتربية أبنائها إلى جانب حصولها على أحد المشروعات الإنتاجية والتي ساهمت في رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة.